قلت قبل كده مش مقياس اللي انا بكسب ومش مقياس اللي انا اخد بطوله، انا بعمل لعيب للنادي الاهلي. لو انا ببص على البطوله او ببص اللي انا اخد بطوله، انا ممكن اجيب لعيبه ايا كان الاعمار السنيه بتبقى عامله ازاي، شكلها ازاي، بتبقى في انواع كتير قوي، في من التزوير، في من مسننين، في لاعب بيلعب باسم اخوه، في لاعب بيلعب باسم مش عارف، كل ده موجود في عالم كره القدم في مصر. يعني الوحيده يمكن اللي عندنا الحاجه دي موجوده في مصر. وانا مش بندي مباريات النهارده، انت يمكن اتفرجته والناس اكيد هتتفرج على المباراه. الفرق شاسع جدا في الاعمار السنيه، واضح تماما. يعني اي فرقه انا قلت لك هي باينه طبعا، بس انا قلت لك اي فرقه تلعبني في الاعمار السنيه بتاعتها مظبوطه هيبقى صعب تكسبني. يعني الحمد لله اللي انا طلعت بالتعادل ده، اللي انا بلعب فرقه اعتبر فرقه كبيره، فرقه المقصه الاعمار السنيه واضح عليها اللي فيها اعمار. احنا طبعا احنا لنا شغل طبعا تاني، بس مش الوقت خالص. انا مش في الاول في الاخر قلت لك يا فاروق، الحمد لله انا الجيل ده جيل محترم، الولاد اللي موجودين معانا لعيبه كويسه جدا وانا واثق فيهم تماما، واللاعبين دولت متاسسين تحت من اول ما كان الكابتن محمد عامر بدور قطاع، كابتن عادل التعيمه، دكتور عمرو ابو المجد، كابتن فتحي مبروك، فمع المدربين كابتن حسام فوزي، كابتن محمد سعد، كابتن ياسر رجب معايا انا شخصيا، انا مرنتهم وهم صغيرين، فانا عارف انا ولادي مين. فالحمد لله انا واثق فيهم تماما. وحته الله ان شاء الله باذن الله، احنا برضو هدفنا مفيش شك، احنا بنلعب على بطوله، خدتش بطوله، انا بعمل جيل محترم ان شاء الله باذن النادي الاهلي. النهارده انا بعذر اللعيبه، يعني في جزء انا بحملهم عليهم اللي هم ممكن يكونوا كانوا متخيلين المباراه هتبقى سهله او بالنسبه لهم هتبقى ملهاش معايير خالص، بس انا في الاول وفي الاخر انا قلت لهم المباراه هتبقى صعبه عليكم جدا، بس مش عايز اقول لهم ايه النقط اللي هتبقى صعبه عليهم، بس الحمد لله في الاول وفي الاخر النتيجه بالنسبه لي الحمد لله مش سلبيه، بعتبر اعتبر تعادلت مع وادي دجله بره وكسبت هنا، فالحمد لله. مباراه الاهلي والزمالك احنا مباراه تطلع تخرج بالاطار بتاعها المحترم رقم واحد، لازم الناس تعرف كره مكسب وخساره. احنا بنعمل جيل محترم للنادي الاهلي، واكيد نادي الزمالك بيعمل جيل محترم في الاعمار السنيه. بنتمنى ان شاء الله المباراه في الاول وفي الاخر تليق بالناديين كبار، طبيعي في الكوره اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، واللي يتعادلنا يبقى دي النتيجه بتبقى طبيعيه يعني بين الاهلي والزمالك. لكن في الاول وفي الاخر انا رايح ان شاء الله هناك اكسب، مش رايح للتعادل او رايح ان انا اخد بنط، انا بلعب على بطوله وواثق في لعبتي تماما الحمد لله. وقلت لك اي اعمار سنيه تجيلي في الاعمار السنيه اللي هي بما يرضي الله في السن اللي هو 2004، ما اعتقدش اللي هو يكسبني الحمد لله. يعني والدليل اللي انا عملت نتائج ايجابيه بيراميدز وعملت نتيجه الحمد لله مع طنطا ومع دجله، كل فرق دي فرق دوري ممتاز الحمد لله. بس برضو انا قلت لك انا مش بدي مبررات، بس ان شاء الله باذن الله ده درس لينا احنا كمدربين ودرس لينا كلاعيبه في النادي الاهلي، بنعرف قيمه اللي بيجي يتعادل معانا بيبقى بالنسبه له ده حاجه كبيره جدا. ومع ذلك انا ليا الشوط الثاني ضربتين جزاء او ضرب جزاء، بس برضو ما بعترضش عليها، انا يهمني في الاول وفي الاخر، وقلت لك وما زلت بقول ان شاء الله باذن الله انا بعمل جيل يخدم النادي الاهلي في المستقبل، مش موضوع اللي انا بجيب بطوله، لا موضوع اللي انا مش بدي مبرر لنفسي الحمد لله. عاوز اقول لك كلمه، انا اسمي كويس، بس في الاول وفي الاخر انا ببص اللي احنا نعمل جيل للنادي الاهلي محترم ان شاء الله. اللعيبه بتاعت مصر المقصه النهارده ممتازين، الله اكبر، بشهادتكم، بشهاده الكابتن فتحي مبروك، بشهاده كل الناس الموجوده. يعني انا مفروض ان انا اقول الحمد لله طبعا على البونت وفرحان البونت، يعني بس سير الماتش 4-5 تجوان مؤكدين، وده لرهبه اللعيبه، الاولاد دي اول مره تلعب في النادي الاهلي هنا، النجيله كمان عاليه قوي، دي حتى كل الفرق اللي بتيجي بتشتكي ان النجيله عاليه قوي. الاولاد اول مره يجوا النادي الاهلي، اول مره يلعبوا ضد النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي، وانا اكتر واحد عارف يعني ايه فرقه النادي الاهلي بالذات الناشئين. فالنهارده بامانه لا انا مبسوط جدا،
المدير الفني جمال عبد الناصر والجهاز اللي معاه اداروا الماتش 10 على 10. اللعيبه كلها في الملعب رجاله. يمكن انتوا شايفين 4 5 فرص اكيده. الهدف اللي احنا جبناه انا سالت الحكم قال لي اصل في واحد مشترك مع الجون والكره كانت من على ال 18. انا باصين كلنا على الكوره ما شفناش حد اشترك مع الجون، بس طبعا ده قراره هو. انما يعني برضو ان انا احرز هدف ليها ضربه جزاء زي ما انت بتقول، والاهلي ليه ضربه جزاء يعني. بس اجمالي الماتش يعني الحمد لله اداء احنا الحمد لله رب العالمين. انا فرحان بفرقتي قوي، فخور بيها. البدني بتاعهم واقفين على حيلهم من اخر دقيقه، انا ما كنتش متوقع ان هم هيكملوا في الملعب دوت. ملعب نجيله عليه قوي، الاجهاد بان عليهم في الاخر، ولكن الفرص اللي ضيعوها دي هقعد اتكلم معاهم فيها. انا فرحان بفرقه 2004، برسخ قاعده ان يطلع الفريق الاول، وبرسخ الاخلاق وعدم اعتراض الحكم وعدم الغلط في حد يغلط في الفرقه المنافسه. كل ده انا ببنيه بقالي حوالي 6 سنين انا واحمد المنشاوي وقطاع الناشئين كله. يمكن الحمد لله احنا بنتعب في فتره الاعداد، لان بنلف القاهره كلها على لعيبه. يمكن 2004 دي ميكس ما بين كان فرقه 2004 في القاهره فيهم حوالي 6 7 لعيبه، والباقي كله من الفيوم يعني من عندنا. برضو 2001 دي بقالها معايا 4 سنين، فرقه 99، فرقه 97 الحمد لله نصها دلوقتي في 4 بيلعبوا دوري ممتاز، وفيهم 2 مقصه وواحد اسوان، بقيه الفرقه ممتاز بيها. وده حاجه انا بجني ثمار تعبنا 6 سنين 7 سنين. وانا دايما اقول لهم انتوا دايما بتقولوا يعني بتسمعوا في التلفزيون يقول لك ده كان ناشئ اهلي، كان ناشئ انبي، كان ناشئ مقاولين. هتسمعوا الفتره الجايه ده ناشئ مصر المقصه، من اول فرقه 97 اللي فاتت دي. فرقه 99 ان شاء الله باذن الله مكمله كويس. فرقه 2001 اللي طالع لي دي فرقه 2004 انا مبسوط بيها جدا. وانا يمكن يعني كلمت الاداره مش عشان البونت مع الاهلي في الاهلي، لا عشان الاداء. انا يعني عايز اطلع لهم مكافاه اجاده للاداء مش للبونت. انت عارف ان انا جيت هنا قبل كده لعبت فريق نادي الاهلي هنا، ومره كسبت ومره اتغلبت ومره تعادلت. يعني انا معود لعيبه مصر المقاصه ان يعني انت لو شفت ان احنا ما بنحاولش نضيع وقت، وانت بتشوف رتم اللعيبه بتلعب ازاي، انت لو حسيت ان اللعيب بيجي بيضيع وقت في الاخر يبقى انا عامل له رهبه، او عامل له ان لا ده النادي الاهلي مش عارف ايه وايه. النادي الاهلي طبعا اسم كبير، نادي انبي في الناشئين، الزمالك، المقاولين، بس انا بحط في دماغهم ان ده لعيب زيه زيك. ما هو في لعيبه من الفيوم في اللي بتلعب في النادي الاهلي وانتم من الفيوم، وفي لعيبه من القاهره وانتم من القاهره. فدايما احط الحته دي في دماغهم، اقول لهم هو تيشيرت الاحمر، انتوا بتلعبوا في فرقه كبيره اسمها مصر المقاصه، بتلعب في الدوري الممتاز، عامله نتائج كويسه. فده انا انت ملاحظ ان في الاخر احنا عمالين ما فيش حاجه اسمها تضييع وقت عندي. بلعب بقى مع الاهلي، بلعب مع الزمالك، فده الايحاء اللي انا بديهم ان اي فرقه بتلعبها انا بلعب على المكسب، مش بلعب على تعادل او هزيمه، لا المكسب. نادي الاهلي بقى، نادي الزمالك، نادي انا لازم اربي الاولاد دي من صغرهم على كده.